Hus. ازيك يا بابا نويل؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا بابا نويل، مبسوطين قوي ان انت جيت معانا النهارده حلقتنا الجميله المميزه اللي بيك. كل سنه وانتوا طيبين يا حبايبي، وميري كريسماس، وحشتوني خالص. اتفضل يا مايكل. يلا كله يقعد، كله يقعد، كله قاعدين مع بابا نويل النهارده. حظنا حلو جدا يا بابا نويل النهارده ان انت معانا في حلقتنا المميزه جدا دي. الحقيقه احنا دايما بنفرح قوي في حلقات بابا نويل، بنستناها من سنه لسنه، صح يا اولاد؟ مين ما بيستناش بابا نويل من سنه لسنه؟ صح. وانا كريسمس كلها انا بستناكم برضو، ان اجي لكم من السنه للسنه. انت كمان بتستنانا يا بابا نويل، دي حاجه جميله خالص. وانا فرحان خالص يا مايكل ان انا في الدير الجميل ده الرائع، اللي هو دير العزب او دير السيده العذراء والشهيد ابي السيفين، وبنسميه كمان دير الانبا ابراهام. بصراحه فرحان قوي. انا جاي بالكاريتا بتاعتي المره دي، بيجرها حصان، عارفين دي؟ لان انا في مصر هنا الحصان العربي ليه شهرة مهمة خالص، فأنا أحيانا بستخدم الحصان. إنما بره يا أولاد، مين اللي بيجر عربية بابا نويل في البلاد اللي بره؟ الغزال. قالوا الغزال كلهم. الغزال، عارفين الغزال؟ أو هو بالظبط اللي بيجر عربية بابا نويل حيوان شبه الغزال خالص، اسمه الرنة. الرنة ده بالمناسبة أنا شفت منه هنا في الجنينة يا مايكل، جميل خالص الحيوان ده. تعالوا نتعرف على شوية مواصفات ليه. هو حيوان بيتميز بجماله ورشاقته، عينيه واسعة وجميلة خالص، لونهم أسود، وبعدين بيوصل طوله أحيان لتلاتة قدم. بيستخدم بره برضه في النقل ويجر العربيات في دول الشمال. عنده رجليه ليها حوافر مقعرة كده يا مايكل عشان يقدر يمشي على الجليد أو الأرض الجليدية. عنده في جسمه تحت الجلد طبقتين من الشحم، دول طبعاً بيخلوه يتحمل البرد في الشتاء الجليد، وفي الصيف برضه يتحمل الحرارة الشديدة. عنده قرنين سود كبار حلوين خالص، مخليين شكله جميل خالص، وفي نفس الوقت بيساعدوه يدافع عن نفسه لو في حيوان مفترس هاجمه، صح؟ عنده بقى نقطة مهمة أوي، ودي موضوع حدوتتنا الصغيرة يا مايكل. عنده في مناخيره شعيرات وأوعية دموية كتير جدا، علشان كده تلاقوا مناخيره حمراء لونها أحمر خالص، غير باقي جسمه خالص، وغير باقي الأنواع التانية من الغزلان. حدوتتنا بقى عن حيوان من أو غزال من حيوانات الرنة اسمه رودل. اتولد موضوع مناخيره ده زيادة شوية، مليان شعيرات دموية كتير لدرجة تشوفوها كده كأنها لمبة حمراء منورة، فظيعة. بقيت الغزلان كانوا بيخافوا منه أو يبعدوا عنه عشان حاسين إن شكله مختلف وما بقوش عايزين يتعاملوا معاه. حس إنه وحيد وكان متضايق خالص ومش عارف إيه هما ليه بيعاملوه كده. لحد ما في يوم كانت أعياد كريسماس، وكان بابا نويل في البلد دي، يعني بابا نويل بتاع أوروبا بقى أنا بتاع مصر، كان جاهز الهدايا بتاعته يا مايكل، وجاهز الزلاجة بتاعته وكل حاجة. المفروض هيروح يلف بقى في بلاد وقرى كتير يوزع هدايا على الأطفال. اليوم ده كان الجو وحش قوي والدنيا ضباب وضلمة، مش عارف، عرف اللي في الحالة دي الرحلة خالص، وكان بيفكر يأجلها. لحد ما وهو ماشي كده بالصدفة شاف مين؟ رودلف، الغزال رودلف. طبعا استغرب من المنظر، قال بس دي فكرة حلوة خالص، أنا أخلي الغزال رودلف يجر الزلاجة بتاعتي
وهو النور اللي طالع من مناخيره ينور لي في وسط الضباب وايه واخد بالك، واقدر اخلص الرحله بتاعتي واوزع الهدايا على اصدقائي. عرض عليه الموضوع ده، رد بعد ما فكر كده فرح طبعا، قال الله، هو انا ده انا هبقى بطل مشهور، هعمل مساعده كبيره لبابا نويل واحقق الامنيات اللي واحقق امنيات بابا نويل اللي عايز يوصل الهدايا للولاد، وهبقى انا كده بطل ومشهور خالص. وفعلا من الوقت ده بابا نويل على طول قرر ان اللي يجر الزلاجه بتاعته غزلان زي رودلف الغزال ابو مناخير منوره وحمر. ايه رايكم في الحدوته دي؟ نتعلم حاجه منها؟ نتعلم ايه؟ ان لو واحد فينا يعني لا قدر الله ربنا خلقه بحاجه مختلفه ما يزعلش، كلنا واولاد الله. في نفس الوقت اصدقاء رودلف اللي زعلوا منه واعتبروه مختلف ومش طبيعي، سلوكهم ما كانش صح، نفس الشيء نعمله احنا. صديق عايزنا برجليه مش تمام، ندعمه ونحسسه انه برضه مهم وليه دور في المجتمع ويقدر يفيد المجتمع، لانه في النهايه ابن مين؟ ابن ربنا. برافو عليكم. ايه رايك في الحدوته يا انكل مايكل؟ جميله جدا يا بابا نويل. انا عايز اقول كمان ان رودلف ده بيتغنى له اغاني كتير في كريسمس، يعني طبعا لو الناس كمان حافظين اغاني بالانجلش، وحتى المناخير الحمراء بتاعته دي فعلا مميزه جدا، الريد نوز ريندير، ودايما بيتغنى له اغاني حلوه كتير، عشان هو حاجه فعلا من مظاهر برضو عيد الميلاد ومظاهر الكريسماس، زي سنو مان اللي شايفينه قدامنا، او الرجل بتاع التلج، او بابا نويل نفسه، او الشجره، او الكلام ده كله، كلها حاجات حلوه طبعا. مظاهر جميله في عيد الميلاد نعرفها كتير، نتعلم مع كل حاجه على فكره ليها معنى، وكل حاجه ممكن يكون وراها قصه زي ما بابا نويل قال لنا وحكى لنا دلوقتي. بابا نويل الحقيقه حلقتنا كمان النهارده في الفيوم، في المكان الجميل اللي اصحابنا موجودين فيه ده، انا عايز ارحب بيهم الاول كلهم واقول لهم انتوا يعني فعلا انتوا اللي هتحلوا لنا الحلقه بتاعت النهارده، وعايز اقول لهم كان بابا نويل جاي عشان يبسطكم ويفرحكم، وكمان نلعب مع بعض ونتسابق مع بعض. عندنا مسابقه حلوه كبيره قوي، بابا نويل كمان هيختار لنا الاسماء اللي هيلعبوا المسابقه دي، واللي هي عباره عن اسئله ومعلومات كتير قوي بنتعلمها منكم وبنفتكرها كمان معاكم. مجموعات اسئله كتير خالص، كام مجموعه؟ مين عارف؟ 12 مجموعه اسئله، وكل مجموعه المجموعات دي يا اولاد فيها كام سؤال؟ فيها انا عارف خمس اسئله. انا عارف خمس. انت عارف انا متابعك كمان، انت كمان بتابعنا. حلو خالص، كل مجموعه فيها خمس اسئله، وكل سؤال بيساله واحد اصحابنا الجمال، الحيوانات اللي احنا بنتعرف عليهم وبنحبهم قوي. اول واحد مين؟ السمك. سمكه، وده اللي بيسالنا اول سؤال، او بتسالنا اول سؤال السمكه. تاني واحد بيسالنا السؤال التاني هو أرنب. برافو عليك، شطار خالص. التالت الشقي بقى، مين اللي قال دلوقتي؟ القرد. برافو عليك، ده تالت سؤال فعلا اللي بيسألهون القرد. والرابعة الطويلة الزرافة، يا خسارة ما عندناش زرافة هنا في المكان بتاعنا. والأخير هو الأسد، ملك الغابة. ملك الغابة ده اللي بيقول عليه أصعب سؤال أو أقوى سؤال، اللي بيه نختم المسابقة بتاعتنا، والمتسابق يا إلا هو يكسبنا يا إلا إحنا اللي نكسبه ونتحداه بآخر سؤال يسألونا الأسد. يلا نشوف مع بعض أول متسابق معانا، وبابا نويل يختاره لنا كالعادة. بنقول بابا نويل عنده بلورة موجودة فيها أسماء كل أصحابنا الموجودين. ها هي البلورة اللي موجودة فيها أسماء. نختار اسم، يلا نشوف أول اسم. نختار اسم مين اللي هيتسابق معانا؟ واحد بس. واحد بس يا بابا. اللي هيتسابق معانا الاول جون. جون فين؟ جون جون، اهلا يا جون. طبعا يا جون هنخلي كلامنا كله في المايك، في المايك. نتعرف بيك، انت عندك كام سنه؟ 11. يا رب يبقى عندك 100 سنه. جاهز وعايز تكسب؟ يلا معاك المايكل، خد مجموعه وان شاء الله تكسب معايا. اهلا بيك جون، جاهز؟ عايزين واحد كده واثق في نفسه جدا، وانا شايف ان جون فعلا واثق في نفسه ومبتسم وفرحان، ودي حاجه تفرق معانا قوي. يلا يا جون، عندنا مجموعات اسئله كتير زي ما اتفقنا، عندنا 12 مجموعه. لسه ما حدش اختار حاجه، فعندك اي رقم تختاره من 1 ل 12 تختار رقم 6. 6. رقم 6 اللي اختاره لنا جون، اللي هي مجموعه طبعا مليانه اسئله، وزي ما اتفقنا فيها كام سؤال؟ فيها خمس اسئله. السؤال الاول بتساله ايه؟ سمكه. السمكه. يلا نشوف نسمع السمكه. اول سؤال في المجموعه السادسه تسال جون وتقول له ايه؟
مباركة أنت في النساء ونقط هي ثمرة بطنك، جميلة ولا مباركة ولا عجيبة؟ 30 ثانية. مباركة أنت في النساء ومباركة هي نقط بطنك. الاختيارات جميلة ولا مباركة ولا عجيبة؟ مباركة. مباركة، مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. لقى 1-42 طبعا إجابة صح. تعالوا نسأل كده ثاني زوم برامبو. طبعا صح، إجابة صح. شاطر يا جون، برافو عليك. طبعا شاطر، اجابه مظبوطه. مباركه انت في النساء مباركه هي ثمره بطنك طبعا ربنا يسوع المسيح. طبعا ده كان البشاره لميلاد رب المجد يسوع، واحنا في اجواء الميلاد لازم نبقى حافظين وعارفين طبعا البشاره للقديس العذراء مريم. يلا نشوف سؤالنا التاني بيساله لنا. قلنا مين الارنب اللي بياكل جزر ده. تعالوا نشوف ونسمع الارنب سؤاله التاني جون هيكون ايه. حد يعرف يا صحابي كم عدد الشهور بين ميلاد الطفل يسوع وميلاد يوحنا المعمدان؟ 6 شهور ولا 5 شهور ولا 3 شهور؟ 30 ثانية. السؤال بيقول كم عدد الشهور ما بين ميلاد الطفل يسوع وميلاد يوحنا المعمدان؟ كان في فرق شهور بين ميلاد يسوع وميلاد يوحنا المعمدان، كم شهر كانوا؟ 6 شهور فرق، 5 شهور ولا 3 أشهر؟ 6 شهور. 6 شهور، كان فرق 6 شهور بين ميلاد اليصابات طبعا يوحنا المعمدان او ميلاد القديسه العذراء مريم لبابا يسوع، صح كده؟ اجابتك مظبوطه يا جون. تعالوا نسأل جامد جدا. شاطر خالص، عشان كده العذراء راحت وخدمت اليصابات فتره الحمل بتاعها، وهي كمان كانت ابتدت تبقى حامل بعدها على طول. يلا نكمل اسئلتنا معاك يا جون، وسؤالنا الثالث بيساله الشقي بتاعنا. اسمه ايه الشقي بتاعنا ده؟ اسمه القرد. يلا نشوف ونسمع القرد هيقول لك ايه. ما اسم خاله يوسف الصديق؟ ليئه ولا رحيل ولا حنه؟ 30 ثانيه. خاله يوسف الصديق كانت مين؟ كانت ليئه ولا كانت رحيل ولا كانت حنه؟ ليئة ولا رحيل ولا حنة؟ قلت لي ليئة. جون قال لنا ليئة هي خالة يوسف الصديق، وعلى فكرة موجودة في تكوين 30 اللي عايز يرجع لها ومتلخبط في الأسماء، وهيلاقيها مظبوطة طبعا يا جون. إجابتك صح. تعالوا نسأل كده يا جون. شجعوا. ماشي كويس. شاطر جون. بص بياخد بيلتقط أنفاسه عشان يشجع نفسه كده، ياخد إيه؟ نفس ويشجع نفسه. يلا يا جون عندنا فاضل سؤالين، وسؤالين اخر سؤالين. ركز كويس قوي، اللي فاتوا حاجه اللي جاي حاجه ثانيه. اخر سؤالين، سؤال قبل الاخير بتساله ايه؟ الزرافه. زرافه طويله صح. تعال نشوف ونسمع الزرافه هتقول لك ايه يا جون. تثبيت او لمس الاكتاف في اي رياضه بنستخدم التعبير ده؟ في رياضه الكاراتيه ولا الملاكمة ولا المصارعة؟ 30 ثانية. تثبيت أو لمس أكتاف، الرياضة دي أو اللي مستخدم فيها التعبير ده، هل هي رياضة الكاراتيه ولا رياضة الملاكمة ولا رياضة المصارعة؟ مصارعة. مصارعة فيها لمس أكتاف صح، أو يثبت اللعيب على الأرض لمدة أو ثواني معينة. طبعا إجابتك صح. تعالوا نسأل جامد أوي. طبعا هي مظبوطة. جون فرحنا قوي، بس دخلنا على اخر سؤال في المجموعه بتاعتنا والمنافسه والتحدي الاخير اللي بيننا وبين جون، صح يا جون؟ سؤال الاسد. اخر سؤال، تعالوا نسمع ونشوف الاسد هيقول لجون ايه. ما اجمال الايام التي يعمد بعدها الولد، ولو جمعناهم زائد الايام التي تعمد بعدها البنات يدونا كام؟ 40 يوم ولا 80 يوم ولا 120 يوم؟ والوقت مش صعب، سؤال سهل. نتكلم على طقس الكنيسة بتاعنا في العماد، في الولاد والبنات مختلف، كام يوم بعدها بيتعمد الولد، كام يوم بتعمد البنت، هنضيف الأيام مجموع الأيام دول على بعض، هيدونا 80 ولا 120 ولا 40؟
لو عارفين المعلومتين مش مهم هم بالترتيب عارفين الولاد بيتعمدوا بعد كام يوم البنات بتتعمد بعد كام يوم نجمعهم على بعض هيدونا 40 ولا 80 ولا 120 120 120 عارفين الولاد كام والبنات كام ولا مش متاكدين يا جون مش متاكدين بس قلنا الاثنين على بعض ممكن يبقوا 120 صح اجابه جون تبقى صح 120 يوم اجابته صح تعالوا نتابع جامد قوي قوي شجعوا جدا برافو يا جون كسبت معانا الف الف مبروك سقفوا له ثاني انا ببقى فرحان يا مايكل لما حد يكسب ما تيجي نشوف موهبه مختلفه شويه مش احنا من شويه اتكلمنا على لمس الاكتاف في المصارعه طب ايه رايك في رياضه الجمباز دي موهبه فعلا رياضه اللياقه البدنيه بس كمان فيها واللونة. رياضه اكتر من موهبه لان فيها تدريبات وحاجات كتيره خالص وفيها فن كمان التشكيل بالجسد ده شيء هايل قوي عندنا حد بيلعب جمباز عندنا بنتين جمال خالص بيلعبوا جمباز دي حاجه جميله تحب تتفرج عليهم تعالوا نشوف طيب فين يوسفينا ميلاد وماريا ميلاد تعالوا تعالوا سقفلهم جنب بقى ونشجعهم قوي 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 اتفضلوا هيفرجونا العاب بقى اكيد بقى يا بابا نويل وهيعملوا ايه احد العاب الاولمبياد انتوا هتقدموا جمباز ثنائي مع بعض مع بطلات الاولمبياد يوسفينا وماريا يلا نسعد 1 2 3 الي هوب برافو سقفوا لهم كمان حركة واو ايه اللياقة البدنية دي هايل ايه تاني استر يا رب استر هايل ايه الجمال ده ايه الجمال ده ايه تاني ايه هتناموا فكرت هتناموا شوية حركة حلوة خالص صعبة دي قوي يا مايكل حسبي رقبتك يا حبيبتي هايلين في تاني في تاني صح كتير شكلهم يلا برافو شطار قوي تعالوا سقف لهم جامد بقى نشجعهم برافو شطار قوي بابا نويل احسنتوا بيعملوا حركات كتيره ومع بعض وحافظين كده لا بس انت عارف متدربين كتير قوي الجمباز بالتحديد بيبقى مع السن الصغير يعني كل ما يبتدوا هم صغيرين بيبقى في نتيجه احسن من الرياضات القليله فعلا اللي بتبتدي يمكن في سن صغير يمكن 3 سنين ممكن يقدروا يبتدوا يتدربوا يا بابا نويل وبيتهيألي الحركات اللي بيعملوها دي بيعملوها بسرعه كده واحنا بنبص عليها يعني شكلها حلو لكن دي صعبه جدا تلاقي اي حد لو حاول يعمل انا زمان وانا صغير وانا صغير ما كنتش بعرف اعمل وانا كمان انت عارف بس انا وانا صغير قوي بقى ما كنتش بتعرف بقى خالص اعمل حاجه حلو خالص مبسوط قوي منهم شطار قوي والتدريبات جميله وباينه طبعا عليهم وعلى ادائهم شطار خالص مبسوطين قوي بيهم بابا نويل عندنا ايه دلوقتي محضر لنا ايه ناخد متسابق تاني يلا بينا عندنا متسابقين كتير وعندنا فرصه لناس كتير يكسبوا معانا النهارده كله جاهز مين عايز يلعب نختار اسم حالا بابا نويل مين اللي طلع اسمه يا بابا نويل سيمون عيد سيمون تعالوا سقف لها جامد قوي قوي نشجعها جدا تعالي يا سيمون اقعدي جنبي كلامنا في المايك زي ما اتفقنا سيمون انت عندك كام سنه عندي 10 سنين طيب ومية انت في سنه كام في المدرسه سنه خمسة هي خالص جاهزه نكسب ان شاء الله جايه هي معايا بس انت كسبي بس ما لكيش دعوه يلا أنا بيكي سيمون مش شايفيني كده متحمسة نفسك تكسبي يا رب تكسبي سيمون عندنا كام مجموعة عندنا 12 أسئلة المجموعة رقم 6 اتخذت أي مجموعة تانية تقدري تختاريها لي ما عدا 6 تقولي كام 2 مجموعة رقم 2 اختارتها لنا سيمون يلا ندخل بسرعة على مجموعة رقم 2 مليانة أسئلة كتير فيها كام سؤال المجموعة دي 5 أول سؤال بتسأله إيه السمكة نسمع ونشوف السمكة تقول إيه لسيمون ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام مين الملك؟ هيرودس ولا بيلاطس ولا ديقلديانوس؟ 30 ثانية ولد يسوع في بيت لحم يا رب يكون نظري كويس في أيام مين كان الملك وقتها؟ هيرودس كان هيرودس ولا بيلاطس ولا ديقلديانوس؟ هيرودس الملك كان هو الملك في وقتها صح؟ بتدور على الطفل اللي اتولد إجابتك طبعا مظبوط برافو جامد قوي برافو عليك يا سيمون شكرا برافو الصفحات الأولى طبعًا في إنجيل معلمنا ماني بكر البشير، الصفحة الثانية وأي واحد يقول لنا كده إن هيرودس كان هو الملك في هذه الفترة أو في هذا الوقت. برافو عليك يا سيمون شاطرة يلا نكمل معاكي سؤالنا الثاني سؤال الأرنب، يلا نسمع ونشوف الأرنب هيقول لك إيه. فاكهة من
الفواكه الموجودة كتير قوي في فصل الصيف، تفتكروا هي ايه؟ البطيخ ولا البرتقال ولا اليوسفي؟ والوقت ابتدى. فاكهة موجودة كتير قوي في فصل الصيف، مش موجودة غير في الصيف وبناكلها كتير قوي، بحبها قوي. البطيخ ولا البرتقال ولا اليوسفي فندي؟ بطيخ. بطيخ صح، بتاع الصيف قوي البطيخ دي، صح؟ طبعا اجابتك مظبوطة، تعالوا نكمل جامد قوي. طبعا السيمون ساترة خالص، البطيخ فاكهة صيفية جدا، مليانة مية كده وبتنعشنا، صح؟ برافو يا سيمون شاطرة. سؤالنا الثالث سؤال شقي، سؤال القرد. تعالوا نسمع ونشوف القرد هيسأل سيمون يقول ايه. وقف ليصلي لكن واحد منهما سمع الله لصلاته، فمن هو؟ الفريسي ولا العشار ولا قايين؟ 30 ثانية. وقفوا يصلوا بس ربنا سمع لصلاته، مين هو ده؟ واحد منهم ربنا سمع لصلاته، الفريسي ولا العشار ولا قايين؟ الفريسي. مين ربنا بيسمع الصلاة بتاعته؟ كان الفريسي ولا العشار ولا قايين؟ ربنا حب أكتر مين؟ الفريسي اللي دايما بيحب يقف كده يصلي زي ما ربنا عايز وخلاص من غير قلب، ولا العشار اللي يمكن مش بيصلي بالمنهج ده او بالطريقه دي بس من قلبه، ولا كان قايين؟ قايين. مين يا سيمون؟ قايين. 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 الفريسي ولا العشار؟ اخر اجابه. قايين. قايين. قلت لنا ايه؟ انا مش سامع، قوليه بصوت عالي. قايين. قايين. إجابتك كانت قايين. نرجع بقى للقا 18 بسرعة ونقول إن طبعاً نتكلم على العشار، إن ربنا وقف العشار. 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 رجعت في كلامك كذا مرة يا سيمون العشار، لكن في الآخر قلت لنا العشار. طيب تعالي نفكر تاني مع بعض، نقول وقفوا ليصلي ربنا قبل صلاته، وقلت في الآخر إن هو كان العشار، وقلنا هنرجع لها في لقا 18 زي ما قلنا والآية العشرة. الحقيقة العشار هي الإجابة المظبوطة. أنا عايز أقفل جامد قوي طبعاً. برافو. عايز أقفل سيمون جامد. عندنا ترانيم كتير قوي على العشار، العشار ده اللي بيصلي من قلبه واللي ربنا فعلا بيقبل صلاته عشان دايما بيتكلم بحقيقه، بيتكلم بحق، ونقول كده في ترنيمه بتقول زي العشار مش زي الفريسي. عارفاها يا سيمون؟ برافو عليك. يلا ندخل بسرعه على السؤال الرابع، والسؤال الرابع بتسالوا لنا الطويله بتاعتنا اسمها ايه؟ الزرافه. الزرافه. تعالوا نشوف ونسمع الزرافه هتقول لسيمون ايه. مين يعرف ترجمه اسم دافيد باللغه العربيه؟ أندراوس ولا دانيال ولا داود؟ 30 ثانية، خدي وقت. داود. دافيد باللغة العربية. أندراوس، دانيال، داود. 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 دافيد هو داود، أو بالإنجليش كمان ممكن نقول عليه ديفيد، صح؟ إجابتك صح. تعالوا نسلم الكتاب كامل لسيمون شاطرة، برافو عليك يا سيمون. ودتنا لاخر سؤال، اخر تحدي لينا معاها في المجموعه، وسؤالنا الاخير في المجموعه الثانيه اللي بيسالوا لنا الشرس قوي اسمه ايه؟ الاسد. اسمه الاسد. تعال نشوف نسمع الاسد اخر سؤال لسيمون هيكون. ما هي اكبر قارات العالم من حيث المساحه؟ قاره امريكا الشماليه ولا قاره افريقيا ولا قاره اسيا؟ 30 ثانية. صف الجغرافيا ده بس سؤال سهل على فكرة، السؤال بيقول على أكبر قارة في العالم من حيث المساحة، هل هي قارة أمريكا الشمالية ولا قارة أفريقيا ولا قارة آسيا؟ آسيا. آسيا. آسيا أكبر قارة من حيث المساحة، أكبر من أمريكا الشمالية وأكبر من أفريقيا، صح يا سيمون؟ قلت لنا آسيا. آسيا إجابة مظبوطة طبعًا. تعالوا نتكلم جامد قوي. في أهلية طبعًا. مبروك مبروك يا حبيبي. شاطرة فعلا وبتركز في السؤال وهايلة، يعني أنا مبسوط إن هي كسبت. أصحابنا مولعين الشموع حطينا في الترت، وهنطلع نقول لهم كل سنة وأنتم طيبين ونرجع تاني.
ورجعنا حبايبي الحلوين من الفاصل. طبعا بنقول هابي بيرث داي لكل اصحابنا اللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم في الشهر ده، وما زلنا حبايبي مع اجمل اولاد وبنات من مدينه الفيوم الجميله ومن اجمل بقعه في الفيوم واكثرها بركه، دير العزب بالفيوم. انكل مايكل ما تيجي نلعب في لعبه بنعملها كل كريسماس. لا عارفها؟ عندنا لعبه حلوه قوي. ايه دول؟ ده شجر الكريسماس بقى يا بابا نويل، بس ما عليهوش زينه. دي ملاحظه رائعه يا بابا نويل، عشان كده فعلا وعشان هم مش متزينين، واحنا النهارده المسابقه بتاعتنا ان احنا نزين الشجر اللي قدامك ده يا بابا نويل. ازاي بقى هنزينه؟ ازاي؟ سؤال اجمل يا بابا. ازاي مسابقه يعني؟ مش فاهم. بص كل اسئلتك رائعه النهارده يا بابا نويل، عشان كده انا هشرح لك بسرعه. احنا عندنا مجموعات من الكور، قدام كل شجره هنلاقي كده بلوره صغيره زي بتاعتك صغيره شويه، وفيها مجموعه كور، وكل شجره قدامها كور بعدد بنفس العدد قد بعض، اللي هنا قد اللي كور هنا قد كور هنا. واحنا دلوقتي بنختار اثنين متسابقين، بيطلعوا كل واحد بيقف عند شجره وبيبتدي يحط الكور دي على الشجره ويزينها بشكل حلو وجميل ويكون فعلا يليق بالشجره بتاعت الكريسماس. ومين اللي يكسب؟ اللي يخلص الكور اللي قدامه الاول، طبعا يعلقها من غير ما الكوره تقع، عشان كل كوره بتقع هتتعد ان هي مش موجوده. فاحنا الكور كل ما اتحطت في الشجره بالوقت بتاعنا الاقل يكسب معانا الجائزه بتاعتنا يا بابا نويل. بس براحتهم يعني، يزينوها براحتهم. بس اهم حاجه ياخدوا وقتهم يعني. اهم حاجه يزينوها براحتهم، شكلها يبقى حلو. بس شكلها يبقى حلو، بس اهم حاجه كمان الوقت بتاعنا مهم. يلا بينا يا بابا نويل نختار بسرعه اثنين يلعبوا معانا ويتسابقوا في مسابقه تزيين شجرة الكريسماس. الكريسماس أول متسابق معانا أو متسابقة. تدرس مجدي، فين تدرس؟ تدرس حلو خالص. تدرس يلا بسرعة، أقف عند الشجرة اللي قدامك. مين مظبوط؟ يلا خليك واقف زي ما أنت لغاية ما نختار المتسابق التاني. نختار حد تاني. إفرام القس توماس. إفرام حلو خالص. إفرام يبقى عندنا تدرس وافرام، صح كده يا بابا؟ فاهمهم اللعبه بقى يا انكل مايك. زي ما شرحناها وكنت بتكلم مع بابا نويل، زي ما انتم عارفين كل واحد قدامه البلوره الصغيره مليانه كور، اكتر طبعا اللي هيكسب هو اللي هيحط كل الكور في وقت اقل. جاهزين؟ اول ما ادي جرس المزيكا هتشتغل. يلا بينا بابا نويل اتفضل. 1 2 3 بسرعه عايزين تزيين شيك بقى، احنا اولاد بس بنعرف نزين حلو، صح؟ لسه في كور. اسرع يا افرام، عندنا فرصة لسه. خلينا في القريب، حتة قريبة يا افرام عشان ما نروحش وتاني ونرجع كتير. افرام فاضل له كام؟ كورة واحدة ولا ايه؟ افرام خلص، افرام كسب معانا، خلص الأول. تعالى سقف له جامد قوي 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 قوي. تعالى شطار قوي، لكن طبعا بتفرق معانا في لحظات. فرقت لحظة، معلش فرقت معانا في لحظة. افرام كان اسرع، برافو عليك، ارجع بسرعة مكانك تاني، مع ان يمكن الكور كانت ابعد عنده بس هو كان سريع. الاثنين شطار. مهم ان احنا زينا الشجر دلوقتي بتاعنا يا بابا نويل، ده اللي فرق لنا عشان مش نخلي الشكل في المكان اجمل واحلى. ولا انت مش حاسس؟ طبعا فرقت. حلو كده جميل. بص هاخد شجره منهم معايا وانا ماشي. وانا هاخد التانيه. بجد؟ طب ماشي، ناخد متسابق بقى. عايز ادي حد هديه. حاجة حلوة. عايز ادي حاجه هديه. طب ما نسمعش مثلا موهبه جميله؟ طيب ناخد موهبه. بص يا سيدي، انا عندي موهبتين. تختار تتفرج على اعمال فنيه رسم ولا تسمع ترنيمه؟ الاثنين جمال، بس خلينا نسمع ترنيمه، انا بحب الترنيمه. نسمع ترنيمه الاول من ستيفن عاطف. فين ستيفن؟ ستيفن اهو، تعالى نسقف له جامد ونشجعه قوي. ستيفن اقعد يا حبيبي، كلامنا كله في المايك، ترنيمنا في المايك. نتعرف بيك بقى، اسمك ستيفن عاطف، سنك كام سنه؟ 11. هايل خالص. انت بقى اكيد مشارك في كورال الكنيسه صح؟ بتقول حاجات سولو في الكورال؟ طب ما نسمعك المرة دي سولو بقى، هتقول لنا ترنيمة ايه؟ سباني حبك. يلا بينا نسمع سباني حبك. سباني حبك يا فخر الرتاب، موسى رآكي يا مريم، عجبني العجاب، وانا دي الفضة بتضوي
وصلب عند أبو دا مدحي مدحي في البيت وقول زاد قلبي فرح واللي يمدح على طول على طول قلبه ينشرح بيت موسى يا مريم يا شرية هارون. برافو سقفوله. برافو خالص. تعالوا سقفوا جامد قوي. شاطر خالص. جميل قوي قوي قوي. لحن طبعا سباني حبك 7 و4 بتالي كل الناس الوقت ده جميل نحضر التسبيحه فيه. طب معانا بقى معانا موهبه مختلفه. انت عندنا موهبتين في الاول قلت لنا ترانيم وقلت لنا كمان ايه رسم. رسم. الله. طب نتفرج ايه بقى على الرسم؟ تعالى نشوف ايه الاعمال الفنيه او الرسم اللي مع كريم تامر. فين كريم؟ كريم تعالوا نسقف كريم قوي. سقفوا له جدا جدا جدا. كريم اهلا يا كريم. ازيك كريم؟ انت عندك كام سنه؟ 11. هاي خالص. بترسم من زمان؟ طب ممكن نتفرج على رسوماتك وتشرح لنا دي ايه؟ دي سبونج بوب. سبونج بوب. هاي خالص. والتانيه دي مانديلا. مين؟ مانديلا. مانديلا نيلسون مانديلا ولا تقصد ايه؟ لا دي رسمه انت مسميها مانديلا. لا هي اسمها كده. معلش سامحني انا اول مره اعرف الاسم ده. انما هي رسمه جميله خالص بالذات الطيور اللي طايرة دي بتحسسك بالحرية والانطلاق. صح؟ صح. في حاجة تانية؟ دي مانديلا اتنين؟ لا دي اسمها دارك نايت. مين يا فندم؟ دارك نايت. هايلة خالص. هايل هايل. في تاني؟ ودي الجلجسة. الله الجلجسة جميلة خالص. في تاني؟ لا. برافو عليك. سقفوا الكريم شجعوه. سقف الكريم قوي 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 قوي. طبعا واضح انه موهوب جدا رسوماته كلها مختلفة. الوقت الجميل بيجري بسرعة يا مايكل. وقت الحلقه خلص وانا كمان انت عارف ورايا لسه لفه هوزع هدايا لاصحابنا كتار في كل البلاد. عارف عارف. قبل ما امشي بقى قبل ما امشي عايز اعرف مين فاز معانا النهارده. حلقه جميله مسابقه حلوه. كسب معانا اتنين فيها يا بابا نويل. كسب معانا النهارده جون وكسبت معانا سيمون. جون وسيمون مبروك. وهارد لك لكل اصحابنا اللي ما الوقت ما سمحش ان اسحب اسمائهم كلهم. حبايبي في البيت فرصتكم. لو جاوبتوا على سؤال حدوته النهارده والسؤال بيقول ما مصدر الضوء عند غزال الرودلف لعربية بابا نويل. حبايبي اعرفوا الإجابة الصحيحة وبعتوها لنا على صندوق بريد 3049 مدينة السلام القاهرة. وما تنسوش تكتبوا على الظرف برنامج بابا نويل على الهوا. كمان عندنا 3 وسائل اتصال بفكركم بيهم دايما. عندنا صندوق البريد، عندنا صفحتنا على الفيسبوك، عندنا الإيميل. أرجوكم تواصلوا معنا. يهمنا نسمع آراءكم في البرنامج سواء إيجابية أو سلبية لأن هدفنا هو إننا نسعدكم أنتم. مايكل أنا مضطر أستأذن. هتمشي خلاص؟ همشي بقى ورايح. عندك هدايا أنت مشغول. أنا عارف طبعا النهارده هيبقى يوم قوي قوي. أيام قليلة لازم نوزع هدايا كتير للعالم كله. طيب قبل ما بابا يمشي عايز أشكر كل أصحابنا اللي كانوا موجودين معانا النهارده. فرحونا جدا طبعا من دير العذب أو دير القديسة العذراء مريم وأبي سيفين وأنبا إبرام بالفيوم. بشكركم جدا لوجودكم معانا النهارده. فرحتونا وخليتوا حلقة مختلفة. ونقول لكل أصحابنا في البيوت إيه؟ باي باي, باي, باي.